عارفه يا بنتي يا تميمه، انا تعبت قد ايه عشان اجيب لك فناجيل القهوه دي. انا مش عارفه ليه امي ما كانتش تشرب القهوه غير في الفناجين دي، وكانت دايما تقول لي الفنجان بودن ما ينقريش. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان بودن، والعفاريت بتسمع وبتصمت. حلوه دي. قولي لي بقى يا بنت، تعرفي ايه تاني عشان نقول الحاجات دي للنسوان اللي بنعرفهم؟ اشربي وانا اقول لك. خدي بق. هاتي عسل. بصي شوفي دي قديمه قديمه، عملتها قبل. شوفي بس شايفه القطه دي؟ اه شايفاها. والنبي تقصدي ايه بالقطه دي؟ يعني عدوه، واحده بتكره لك الخير. والحيه اللي جنبها، الحيه اللي جنبها دي سمها مليها، تكره نفسها وما تحبكيش ولا تحب لك الخير، ودي عامله نفسها حبيبه وهي عدوه. عارفه يا بت، ده انت لو فتحتي مخك معايا ده احنا نكسب دهب، نلعب بالفلوس لعب. ماشي، انا من ايدك دي لايدك دي. ايوه يا بت.